على بركة الله نكمل المحاضرة. نبدأ في المبدأ الأول اللي هو يسمونه مبدأ التجزئة أو مبدأ التقسيم. هذا المبدأ التحول من منتج كامل إلى منتج مجزأ لكي ينجح في عملية التسويق. من الأمثلة على هذا المبدأ البطاقات المسبقة الدفع، علب مع الصحة، النقود. هذا المبدأ أو استراتيجية التقسيم أو التجزئة إنه الشخص يستخدم هذا المبدأ في اختراع أو ابتكار منتج يأخذ عليه براءة اختراع. لما قلنا بطاقات مسبقة الدفع أو علب مع الصحة أو النقود، إنه لو كانت بطاقات مسبقة الدفع كلها قيمة واحدة مثلا 100 ريال أو 200 ريال، نتكلم بالعملة السعودية، لكان من الصعب تسويق هذه. لكن لما جزؤوها 10 20 30 50 100، أصبح ممكن من السهل تسويق هذا المنتج. كذلك علب مع الصحة، لو كانت علب مع الصحة بجالون كبير لا صعب تسويقها، لكن لما كانت من نصف ريال إلى ريال إلى ريالين إلى ثلاثة إلى خمسة إلى جالون كبير كان في إمكانية لتسويقها. هذا المبدأ أقدر أستخدمه في عملية أني أخترع وأبتكر ابتكار جديد مثل الابتكارات هذه. لكن لازم نراعي الحس التجاري، يعني مو بس أجزئ وخلاص، لا، إذا ما كان في حس تجاري ما تنفعني التجزئة. تطبيق اقتصادي، بطرح لكم هذا السؤال باستخدام استراتيجية التقسيم السابقة. حاول الخروج بفكرة إبداعية ذات عائد اقتصادي فيما يخص بيع الكتب. وهذا السؤال تقدرون تجاوبوني عليه في النقاشات اللي تحت العرض إن شاء الله عز وجل، إذا نزل العرض على منصة رواق إن شاء الله عز وجل. برضو من التطبيقات على هذا البرنامج، يعني لو كان حلقتنا برنامجنا التدريب اقتصاديات التريز حلقة واحدة سواء كانت 3 ساعات أو 4 ساعات، هل كانت سوف تؤدي نفس الدور اللي كانت عليها الحلقات مجزأة أو لا؟ فكروا وبرضو أعطوني جواب على نفس المنصة. معلومة بس ذكرها الدكتور عبد العزيز الحرقان عضو مجلس الشورى السعودي، يقول الشخص الإداري دائما يحتاج لشخص مبدع لكي يحقق إنجاز. وأنا أقول فوق هذه المعلومة لكي يحقق إنجاز ولكي يستمر. المبدأ الثاني مبدأ الفصل، إيش يقوم عليه هذا المبدأ؟ عزل المهم عن غير المهم. تطبيقاته في الاقتصاد أو في العملية الاقتصادية كثيرة. أكبر يعني أو أوضح تطبيق العزل المهم عن غير المهم اللي هي تطبيقات المنتشرة الآن، تطبيقات الوايرلس سواء في المايك أو الريموت أو السماعات. المايك كان السلك عبارة عن وسيلة لا أكثر ولا أقل، كذلك الريموت، كذلك السماعات كانت وسيلة لا أكثر لا أقل. فعزلنا هذا السلك غير المهم لكي نحصل على المهم فقط، اللي هم إما صوت أو سماع أو جهاز تأدية غرض معين، وهذا يسمونه مبدأ الفصل. نستخدم هذا المبدأ الفصل أيضا للحصول على اختراع أو مبتكر أو إبداع أو شيء إبداعي جديد. نأخذ تطبيق اقتصادي عليه. كرجل أعمال أو سيدة أعمال، إذا كنت تمتلك حس إبداعي اقتصادي من الدرجة الأولى، كيف ستساعد شركة عطورات في تسويق منتجاتها مستخدما مبدأ الفصل اللي هو عزل المهم عن غير المهم؟ أيضا شوفوا ايش تقترحون وارسلوه لي على المناقشات او التنويهات. وقانون العرض والطلب في الاقتصاد، التركيز على الاقتصاد والانتاج والغفلة عن الابداع يؤدي الى الخمول وربما الانقراض. وهذا ننوه له في شركة نوكيا مثلا وشركة ابل. نوكيا كانت المسيطرة على السوق، لكن لما توقفت وركزت مثلا على الإنتاج وتوقفت عن الأفكار الإبداعية، دخلت أبل بالأجهزة الذكية فغطت على نوكيا. الآن نوكيا بدأت ترجع وتنزل أجهزة ذكية. دائما إذا وقفت عند مرحلة معينة ثق تماما سيأتي من يتجاوزك. نكمل المبادئ في الجزء القادم إن شاء الله عز وجل.